عملتوا وزودتوها كتير. بعرف انه مباراة صعبة وبعرف انه صعبة جدا انه تشيلسي يتأهل على نص نهائي، بس ما في شيء مستحيل بكرة القدم. كل ما نزل مقطع قول انه في امل انه نعمل ريمونتادا بيجي جمهور ريال مدريد بيضحك. ليه؟ شو رب حالين 4 ولا 5 انتو؟ وإذا ريال مدريد؟ وإذا سانتياغو برنابيو؟ ما انتم كم يوم بلاتوا 4 من برشلونة؟ انتوا ربحتوا معركة بس الحرب الأساسية خلال ساعات قليلة. وأنا أتحدي معكم مثل ما هداك الموسم كنتوا واثقين فريقكم إنه يربح وبلعتكم بالآخر، أنا أتحدي معكم هلأ خاصة لصناع محتوى الكروي الرياضي وهن بيعرفوا حالهم منيح. بحال صارت الريمونتادا غصب من على الراس، الكل بده يوطي راسه على الأرض ويحط نشيد تشيلسي. أما بحال ريال مدريد تأهل للنص نهائي فأنا هحط لكم هلأ مدريد وطي راسه على الارض. وعم احكي شوي بعد ما خلصت، بدي وعد من كل جمهور ريال مدريد انه بحال تشيلسي ربح وعمل ريمونتادا ما يزعلوا مني، لانه مثل ما قعد حمد تزريك انتو حتتحملوا، لانه بلال بحال صار في ريمونتادا مش حيرحم ابدا.